مدنا حديثة ويجعلون من البحر مسكنا للنخبة، وقد نراهم في المستقبل يبنون مدنا معلقة في السماء، مدينة في وسط البحر على جزيرة اصطناعية، منهاتن جديدة لكن في قلب البحر الأبيض المتوسط المشمس. أبو إير مدينة ذكية من الجيل الخامس تحاكي عظمة الإسكندرية التاريخية وإبداع الحاضر وتكنولوجيا المستقبل، مدينة ستعيد للإسكندرية أناقتها ورونقها الذي عرفها العالم فيه. فما تفاصيل هذه المعجزة؟ ولماذا بدأت مصر الآن ببنائها؟ وما الغرض من إنشائها؟ أسئلة كثيرة بحثنا لكم عن أجوبة لها، نحكيها لكم في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مصر في كفة والعالم بأجمعه في كفة، فبينما يقيس العالم التكنولوجيا وما يتعلق فيها بالأجيال، راحت مصر تقيس مدنها بالأجيال. قبل سنوات كانت مصر تبني مدن الجيل الثالث، وحتى فترة قليلة بدأت ببناء مدن الجيل الرابع، واليوم هي تبني مدنا على طراز الجيل الخامس. وكما نشهد تطورا متسارعا في التكنولوجيا يحدث ذلك في مصر، لكن فيما يتعلق بالمدن، أبو إير هي مدينة في ظاهرها لكن في تفاصيلها تكمن الأعاجيب والأسرار. في يوم 15 من نوفمبر خلال هذا العام وعلى هامش قمة المناخ، اجتمع كبار المسؤولين المصريين وناقشوا إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل الإسكندرية في مصر، أطلقوا عليها اسم أبو إير. تبلغ مساحة الجزيرة في وضعها الحالي 70 فدانا، وستبلغ مساحتها الإجمالية 1400 فدان، وذلك بعد الانتهاء من ردم البحر. ستشمل المرحلة الأولى بناء سلسلة من الأبراج والفنادق الفخمة، كما سيتم إنشاء أكبر ميناء تجاري على البحر الأبيض المتوسط وهو ميناء أبو إير الجديد. سيتم ربط مدينة أبو إير بباقي أحياء الإسكندرية عبر مترو، وسيتم وصلها بمدن أخرى من الجيل الرابع والثالث على ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما ستقوم مصر بتحويل هذا الخط الذي يعمل بالديزل إلى مترو كهربائي. تصل تكلفة مشروع السكة وحدها إلى نحو 1.5 مليار دولار، وسيصبح أول مترو يعمل في محافظة غير القاهرة الكبرى. ولن يكون مترو أبو إير هو القطار الكهربائي الوحيد في المحافظة، حيث سيتم تجديد ترامواي الرمل ليكون صديقا للبيئة. وستضم مدينة أبو إير أيضا مؤسسات تعليمية ومناطق جذب سياحي وفنادق فاخرة وأبراج سكنية ومراكز تسوق ومستشفيات ومراكز طبية ونواد رياضية. وستصبح المدينة وجهة للأندية والمنتخبات الرياضية العالمية، لأن مثل هذه الأماكن يفضلها الرياضيون أكثر من غيرها. أما عن سبب بناء هذه المدينة فيعود إلى تحول مصر التدريجي نحو الطاقة النظيفة، وجاءت قمة المناخ لتسرع من عمليات بناء العديد من المشاريع، حيث قامت مصر بتوقيع اتفاقيات ب 83 مليار دولار من أجل مكافحة التغير المناخي والتخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ. وتأتي مدينة أبو إير تزامنا مع صدور عدة تقارير تتحدث عن غرق مدينة الإسكندرية بعد ارتفاع منسوب مياه البحر. ويتوقع أن تحصل الدولة المصرية على عائدات بالمليارات من هذه المدينة التي ستكون قبلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 19 مليار جنيه هي الاستثمارات الأولية للبنية التحتية للمدينة. ستشارك 4 شركات مقاولات مصرية في التنفيذ بالمشاركة مع مكاتب هندسية أمريكية، سيتم الانتهاء منها في عام 2024 ولن يستغرق بناؤها سوى عامين فقط. أجيال المدن. تعتبر مدينة أبو إير امتدادا لخطة مصر طويلة الأجل التي كانت قد بدأت مع مدن الجيل الرابع، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. وحتى اللحظة قامت مصر ببناء نحو 14 مدينة على طراز الجيل الرابع، تتسع هذه المدن لأكثر من 30 مليون شخص،
وأبرز هذه المدن هي العاصمة الإدارية التي بإمكانها أن تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة. وبمجرد الانتهاء منها بدأت مصر ببناء مدن الجيل الخامس، وكانت البداية مع مدينة أبوهير.